هذا left ventricle هذا right ventricle هاي tricuspid valve هاي الكسبس مالتي وهاي الميترال فالف هذا الاي ار تي بس مقصوص عندك هذا الرايت اتريوم هذا الليفت اتريوم هذا الانفيريور فينا كيف يدخل بوستيريورلي بالرايت اتريوم خلاص هذا انتيريورلي هذا الارش اوف اي ار تي هذه الرايت فنتريكل الليفت فنتريكل هذا الرايت فنتريكل هاي الكسر مشلوعة هاي الايورتا من هنا يطلع يفتح هذه الانفي المودريتر باند ما واضح ما واضح انا هذه المودريتر باند بالرايت اتريوم المودريتر باند موجوده تربط الانتيريور بابيلاري ماسل بالانتر فنتريكولار سبتم هذه الترايكسبيد فالف هاي الميترال فالف الميترال فالف بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل وتشوفون الليفت فنتريكل يصير الثيكنس مالته اكثر من الرايت فنتريكل حتى نميزها هاي الميترال فالف بها تو كاسبس تتصل بالبابيلاري ماسل بينما التراي كاسب بها ثلاث ليفلت تتصل بال بابيلاري ماسل هاي الايرتا بس مشلوع هذه الرايت اتريوم والليفت اتريوم الليفت اتريوم هذا البريكوندريوم هذا الانفيريور فينا كيفا دائما الانفيريور فينا كيفا يدخل بوستيريورلي مو مثل السوبيريور فينا كيفا السوبيريور فينا كيفا يدخل من فوق الانفيريور فينا كيفا يدخل بوستيريورلي بالرايت اتريوم هذا الارش اوف ايورتا هذا الانفيريور فينا كيفا لا هذا الانفيريور فينا كيفا او لا هذا الانفيريور فينا كيفا هذا الانفيريور فينا كيفا يدخل بالرايت اتريوم هذا الرايت فنتريكل هذا الليفت فنتريكل هذا الايورتا ها هي خلاص نسبتها